كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما من نفس منفوسة إلا وينزل عليها هذا الموت الذي هو أعظم موعظة وأعظم تذكرة. تذكروا هذا الموت، لا تغفلوا عنه ساعة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تلهينكم الدنيا ولا تغتروا بها وبملذاتها وبمتاعها، لا يغرنكم الشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. مشروع ابن معروف الدعوي.